it's terrifying, really, how absolutely endless the line of fire is, like the end of the world, doesn't it? تسببت موجة حر شديدة في اندلاع حرائق غابات في أنحاء الشرق الأوسط لبعض الأماكن التي قد تختفي في المستقبل. The biggest problem now facing the world is climate change. الحروب والأوبئة، الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، هاي مش أكبر مشاكل بيواجهها الإنسان. هاي كلها مشاكل إلها حل. حتى لو انهار الاقتصاد العالمي مثلاً، نظرياً بنقدر نبلش من الصفر. لكن في كوارث ما في معاها لعب بالمرة، زي الاحتباس الحراري مثلاً. اليوم مش رح نحكي عن كيف الاحتباس الحراري عامل زي الفيل اللي بالغرفة، الكل شايفه بس ما حدش بده يفتح الموضوع. مبدأ الاحتباس الحراري بشكل عام ممكن ينهي حياتنا هون تماماً، لكن ممكن يكون واحد من الأسباب لنجاة البشر في الكون. Guys, this is my mom's YouTube channel and you have to subscribe her. She makes awesome videos. في بحثنا عن كواكب قابلة للمعيشة بالفضاء العملاق، عندك يا معلم two options. الخيار الأول هو إنه نلاقي كوكب بيشبه الأرض بخصائصه، بس هاي شغلة صعبة كتير، وإحنا التكنولوجيا الحالية تبعتنا يا دوب توصلنا للمريخ، يا دوب بعد عنا 22 دقيقة ضوئية، فما بالك بكواكب بتبعد عنا آلاف السنين الضوئية. أما الخيار الثاني وهو الواقع أكتر، هو إنه ندور على كوكب في صفات معينة، يعني بتقدر تقول إنه عنده الأساسات بس مش لاقي اللي يوجهه. حلو حلو، نفوت بالتفاصيل. خلينا نبدأ بالخيار الأول عشان نسهل على حالنا البحث. أهم خاصية مندور عليها هي المياه السائلة، وعشان نقدر نلاقي هاي الكواكب بطريقة ذكية صممنا نموذج للبحث في الشروط التالية. نبحث عن نجوم بتشبه الشمس، نلاقي كواكب بتبعد عن هاي النجوم مسافة بتشبه بعدنا إحنا عن الشمس. بس ليش؟ سؤال ذكي. لنفرض أنه لقينا كوكب XYZ قريب من نجمته زينا، ولقينا عليه دلائل بوجود مياه هناك، فبنقدر نتوقع بسهولة أنه درجات الحرارة هناك ممكن تكون معتدلة بتسمح للمي أنها تكون موجودة بحالتها السائلة. والمياه السائلة على حد علمنا مهمة جداً لتطور الحياة، وهيك منكون ضربنا نجمتين بحجر، لقينا كوكب عليه درجات حرارة مناسبة وبرضه عليه مياه سائلة. طب إذا هيك الموضوع بيعتمد على البعد عن النجم، ليش لازمين حالنا ندور بنجوم بتشبه شمسنا؟ وصراحة إحنا مش كتير لازمين حالنا، لكن في حال لقينا مثلاً نجم أكبر بكتير من شمسنا، بصير بدك تدور على كواكب حواليه أبعد بكتير من المسافة المحددة في النموذج الأول. أما إذا كان النجم أصغر فبتقرب مساحة البحث، تتعدد المسافات لكن السيستم واحد. هاي المنطقة اللي بيكون فيها النجم بعيد مسافة مناسبة عن الكوكب بتسمح لدرجات الحرارة إنها تكون معتدلة ويكون فيها مياه سائلة. هاي المنطقة اسمها المنطقة القابلة للمعيشة أو habitable zone. حلو كتير، حلينا مشكلة المنطقة الذهبية. بالتالي بننتقل للمأزق اللي بعده واللي هو لون النجم. هلأ لون النجم بيأثر كتير على حياة هاي النجمة وكيف شكلها. مثلاً النجوم اللي إضاءتها شديدة كتير بتنحرق بسرعة وبتعيش يدوب أكم من مليون سنة. أما شمسنا الشموسة مثلاً رايقة بتشتغل على الهدى، صار لها 4.5 مليار سنة وهي وضعها تمام. خمسة مواه. طب وين المشكلة ببضع ملايين السنين؟ لا هذا مشكل كبير. خذ الأرض على سبيل المثال، يقدر إنه إلناها 300 ألف سنة موجودين كبشر، بس إذا بتطلع على التاريخ بتلاقي إنه أول علامات الحياة ظهرت من 3.5 مليار سنة أو أكتر. يعني أخذ الكوكب 3.5 مليار سنة ليوصل لجنس عاقل ذكي، والسمك طلع له رجلين وصار في برمائيات وزواحف وثدييات. بس هذا الحكي أخذ مليارات السنين، واستقرار الشمس هو اللي سمح لهاي الحياة إنها تتطور على راحتها شوي شوي. أما تقولي نجم عمره بضع ملايين السنين، هاي وين بدنا نحطها؟ إذا إحنا أخذنا أكثر من مليون سنة عشان يكت شعر جسمنا، عشان هيك قررنا نريح راسنا وندور على نجمة بتشبه نجمنا. وأصلاً هدول كتار كتير، وفي أحسن منهم كمان اللي هم الأقزام البرتقالية Orange Dwarfs. مقارنة بشمسنا اللي هي قزم أصفر، شمسنا بتعيش 10 مليار سنة إن طارت. أما الأقزام البرتقالية طبيعتها مناسبة وممكن تعيش ل 45 مليار سنة. أما هون فإحنا معانا مليار سنة على الكوكب ماكس لبين ما نكون لقينا نظام شمسي تاني، لأنه الشمس حتبلش تعيد على حالها وعلينا. بس لا أعتقد إنه هاي مشكلة، لأنه إحنا أوريدي بلشنا نعيد على الكوكب من هلأ، لدرجة إنه علماء الاحتباس الحراري بيقولوا لك خلص فات الأوان فات الأوان.
عنا 99 مشكلة بس الشمس مش واحدة منهم. فبلشنا ندور على الكوكب اللي بعده، والخير كتير والحمد لله. لحد الآن لقينا 3200 كوكب خارجي في أرجاء المجرة، ورشحوهم أنه يكونوا قابلين للمعيشة. لكن بتضل المشكلة أنه إحنا ما عندنا تكنولوجيا الكافية أنه نتعرف على طبيعة هاي الكواكب. عاد هي كواكب غازية ولا عملاقة متجمدة، ولا يا ترى بتشبه الأرض بس ما في عليها مي سائل مثلا. بس مع الوقت رح تتطور التكنولوجيا أكتر ونقدر نستكشف هاي الكواكب المرشحة. بس مع هيك برضو الموضوع صعب كتير، لأنه صعب كتير إنه نوصلهم. أو ممكن نلاقي كوكب مثلاً بس أوريدي في عليه ناس. بحكي لي كوكب خربان، ما أقوم بحالي. بدك تحكي لي ما يسببكم الكونية زي الزفت. سيب سيب كل حسيب ولك هاتي، أقسم بالله بولع بالمجرة. كوكب هذا أنا لقيته أصلاً، أنا لقيته. بس ما هو ليش نبعد وإحنا في عنا كوكب بالحارة؟ الرحلة للمريخ بأفضل الأحوال المدارية تأخذ لها 150 يوم. بعثة نيو هورايزنز مثلاً أخذت 39 يوم لتقرب من المريخ. أما إذا كانت المدارات مغلبيتنا فالرحلة بتأخذ لها شيء 300 يوم. بس بشكل عام في عنا كل سنتين نافذة مدارية بتخلينا نقدر نوصل للمريخ بسرعة نسبياً. هلا أول إشي بتلاحظه بالمريخ هو لونه الأحمر اللي سببه وجود أكسيد الحديد أو الصدى. كوكب مصدي يعني. قطر المريخ أقل بشوي من نصف قطر الأرض، which is حلو، بيت الديب وسعلف صديق. هلأ المريخ بيجي بعد الأرض بترتيبه بعداً عن الشمس، بالتالي بأخذ فترة أطول إنه يدور حواليها مرة واحدة، فالسنة هناك عبارة عن 687 يوم أرضي. بس معلش، الجاذبية الخفيفة رح تخفف عنك آلامك. جاذبية المريخ تقريباً ثلث الجاذبية على الأرض، فبتتنطط حواليك وبتطلع على السماء بتلاقي قمرين دول ولا عينيك، فوبوس وديموس. بس لا تتهور كتير، صح المريخ بيحتوي على أهم عناصر الحياة واللي هي المي، الأكسجين، الكربون والنيتروجين، بس في عليه بلاوي متلتلة. أعطيني البلاوي. برد، برد كتير 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 برد. متوسط درجة الحرارة ناقص 62، بس على الأقل في خصلة منيحة وهو إنه غلاف الجو بيحتوي على 95% غاز ثاني أكسيد الكربون. هلأ CO2 مع إنه رح يغلينا غلي هون، بس على المريخ يعتبر فائدة، لأنه من الغازات الدفيئة اللي عندها المقومات إنها ترفع درجة حرارة الكوكب. مع إنه المريخ بالزمانات كان كوكب دافي ورطب، واللي ساعده هي هاي الغازات الدفيئة أو بالخص غاز ثاني أكسيد الكربون. يعني الغاز اللي رح يدمر كوكبنا ممكن يساعدنا في بناء حياة جديدة على كوكب ثاني. حتى إنه هذا الغاز بالماضي كان أكثر بكتير على المريخ من هلأ، بس مع الوقت نزل الغاز على الأرض وصار يتحد مع الصخور ويعمل صخور كربونية. ليش هيك صار؟ لسه ما بنعرف. بقولوا يمكن الموضوع له علاقة بالمي. المهم الخبر الحلو انه العلماء عملوا محاكاة لإمكانية تغيير المناخ على المريخ، كانت نتائج ممتازة. نظريا بنقدر نرفع درجة حرارة الكوكب عن طريق تحرير CO2 اللي محبوس في جليد الأقطاب. في كون موازي كنا رح نقرب المريخ شوي من الشمس، يعني نغير مداره. بس هون بالنسخة المجانية ما عندنا كتير options، بس عندنا كتير مري. جمع مرآة، منجيب مري ضخمة ومنعكس فيها أشعة الشمس على الأقطاب الجليدية. الحرارة رح تخليه يطلق سراح كتير من هاي الغازات. أو بنعمل زي ما عملنا بالأرض، بنبني مصانع ضخمة تنتج هاي الغازات الدفيئة وبنخرب الكوكب قبل ما نجربه. حل تاني هو إنه نجيب غاز الأمونيا، هذا موجود كتير منه بجليد الفضاء. فشو بيعملوا العلماء؟ بيجوا بيصطادوا هاي الكتل اللي موجودة بالفضاء وبينزلوها على سطح المريخ، وهيك بيعملوا احتباس حراري وبيزيدوا درجة حرارته. أوكي، رفعنا درجة حرارة الكوكب والأمور تمام وصار جو مناسب. What's next؟ هلأ لما تروح هناك رح تكتشف إنك وصلت على مكان مستحيل تقدر تتنفس فيه، زائد المكان نشط إشعاعياً. بس معلش، برضو رح نروح ورح نبني مستعمر هناك. إذا في إشي واحد بس بميز البشر هو إن إحنا مستكشفين، فضوليين، مغامرين بطبيعتنا. وقريبا رح يكون في أول مستعمرة بشرية على المريخ. هاي المستعمرة كيف رح تكون عاملة؟ لو رحت عشت هناك كيف رح تكون حياتك؟ نيجي للديتيلز. من وين بدنا نجيب طاقة عشان تدعم المستعمرة؟ هلأ لأنه المريخ أبعد عن الشمس من الأرض، الطاقة الشمسية بتوصل للمريخ أقل ب 50% من اللي بتوصل للأرض. ومش بس هيك، المريخ غلافه الجوي مليان أتربة،
يعني الأشعة اللي رح توصل إذا لحقت توصل رح يصدها الرمل لبرا، يعني good luck with الألواح الشمسية. لحد ما نستقر على المريخ ونفهمه ما في عنا أمل غير إنه نبعث لهم طاقة من هون من الأرض. خش علي بالديمقراطية. ولأنه المريخ بعيد شوي فبدك تبعث إشي مرتب، بتبعث نووي. المفاعلات النووية هي أفضل مصدر للطاقة ممكن نصنعه على المريخ. جميل جميل. اللي بعده، الغلاف الجوي تبع المريخ غير صالح للتنفس، ما فيش أكسجين حضرتك، فالمستعمرات لازم يكون فيها خزانات ومولدات بتعمل أكسجين ونيتروجين اللي بيحتاجوه للمستعمرة عشان تقدر تتنفس. حلو، هاي حطينا لك أكسجين، تعال عاد ناخدك جولة في البيت أو بالأحرى في الأنبوب. المستعمرة لازم تكون كروية نوعا ما، تقدر تعتبرها ماسورة كبيرة عشان تقدر تتحمل اختلاف الضغط بين برا وجوا. بتفوت على الأنبوب، ايه فيش شبابيك، والأنبوب من برا مغطى بجليد ثاني أكسيد الكربون ومدفون بالرمل عشان يصد الإشعاعات الشمسية القوية اللي هناك اللي بتطبخ الحمض النووي تبعنا. الإشعاعات هناك بتوصل لخمسين ضعف الإشعاع اللي بنتعرض له إحنا هون على الأرض، فممكن تقعد بهذا الأنبوب سنين طويلة بدون ما حتى تشم ريحة برا. طيب إذا ظليت محصور في الماسورة، مين اللي بده يعمل الشغل برا معناته؟ العبيد طبعا، الروبوتات. حلو، قعدنا شوي جوعنا، شو بدنا ناكل؟ تربة المريخ سامة جدا للحياة على الأرض، مليانة بيركلورات اللي بتخرب لك الغدة الدرقية، ولأنه تصليح التربة رح يكون تكلفته عالية جدا فعلى الأغلب رح ناكل سمك أو حشائش بحرية من هدول اللي بنقدر نربيهم عنا بالمستعمرة بالأحواض. يعني هذا غير بلوة انخفاض الجاذبية اللي رح تعمل لك مشاكل في العضلات والعظام والتوازن مثلا، فلبين ما نلاقي حل بدك تتدرب رياضة على الأقل شي ساعة ساعة ونص باليوم هناك. إحنا بتهيئ لنا إنه الكواكب قاعدة بتستنى فينا وبتحكي لنا يلا تعالوا مشان الله، بس فعليا إحنا عايشين في مركبة اسمها الأرض، لحد الآن ما في غيرها موفرت لنا كل إشي محتاجينه على التكة، أو بالأحرى لأنه ظروفها كانت ملائمة إحنا ظهرنا، بس ما علينا. المهم إحنا يا جماعة كتير هشين وعم نخرب المكان الوحيد اللي مقاوينا، الأرض. في مثل لسكان أمريكا الأصليين بيقول: عندما نقتلع آخر شجرة ونصيد آخر سمكة ونسمم آخر نهر سندرك أن المال لا يؤكل. إذا بتحبوا المحتوى اللي بعمله وحابين تساعدوني بتقدروا تدعموني على باتريون. كمان على باتريون كل شهر رح نعمل لايف سيشن نتناقش فيها مع بعض إحنا الباترونز بأشياء لها علاقة بالعلم بالحياة، يعني ندردش. إذا مهتمين بالموضوع رابط الباتريون بتلاقوه بصندوق الوصف. سلام. طيب فيش داعي نحكي موضوع القناة وإنه لازم تعمل سبسكرايب وتخلي جرس يرن إلى آخره، بصراحة لازم أذكرك أو أذكرك إنك تشوف أو تشوفي الفيديوهات التانية. يا أخي اسرحي بخيالك.